احنا كقرية الملعب ده محتاج على الاقل 8000 جنيه في السنه صيانه، اللي هو الصناعه على الكلام لا 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 غلط اللي وصلنا يعني ممكن يكون لا 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 عيب. نجيل الصناعي ليه ميزه كويسه جدا، انت مش محتاج له صيانه وتقدر تلعب عليه اي عدد ساعات في اليوم. لكن عنده عيب تاني، ان انت لو عندك نشاط زي كره زي الفولي مثلا او الباسكت او حاجه او لاند بول مش هتعرف تلعب عليه. عشان كده انا سالت الاستاذ قلت له هل انت بتلعبوا حاجه تانية هنا غير الكوره؟ قال لي لا احنا عايزين هنا كوره بس. على فكره مركز شباب البصيري والاستاذ سعيد يعرف كان فيه فريق طايره، ما ممكن نشوف بقى حته تانية، ما ممكن نبص على حته تانية. لكن دي يعني هتفيد كل الشباب القريه انه يقدر يلعب ان شاء الله من الساعه 8 الصبح للساعه 12 بالليل. المشكله برضو الكبيره انت سعيد هيقولها لحضرتك، الارض اللي هي بتاعت مركز شباب دي على جزئين، الجزء الحالي ده بالمباني والجزء اللي هو الملعب. خلينا نتكلم في الملعب دلوقتي، ما نخشش في قصه تانية. هتحكي لي حكايه مبني على الملعب دلوقتي مش المحيط الملعب ده ده كده في حاجه تانية غير ان احنا نعمله جيل صناعي وننوره ونظبط السور يبقى اسوار واناره وملعب وجيل صناعي. لازم الحضور هنا اليوم مع خصوصا بعد الدوري امس. لا احنا يعني في زورات تفقديه كل على قد ما نقدر، الظروف الامنيه دلوقتي اتحسنت جدا، فان شاء الله هنبدا جولات في ال 27 محافظه، وبدانا باسكندريه والبحيره ان شاء الله، وخلال الاسبوع الجاي هنبقى في الصعيد ان شاء الله. بالحرم بتاعه بيبقى فيه متر ومتر، بيبقى 22 تقريبا في 42، ده الملعب الخماسي. فاحنا ممكن نستغل المكان ده نعمله ملعب خماسي، ونخلي اللي هناك نقدر نعمله ملعب يتلعب عليه عده حاجات او العكس. فانت هل افضل لك انك تخلي الملعب اللي هناك هو اللي الشباب بيلعب عليه كوره، ولا تخلي ده؟ لا الافضل هناك، الافضل هناك عشان على اساس يبقوا جنب الباب وما حدش يخش لجوه هنا. ماشي. والملعب ده يعني لازم برضو يتحسن الملعب. الملعب ده طيب احنا برضه عايزين نعمل حاجه هنا رمزي، نشوف بقى نعمل ملعب ثلاثي هنا ولا نعمل ايه، ولا هل انتوا متعاقدين على حاجه فيها ملاعب ثلاثيه؟ لا ما فيش، هو كله لا ملاعب خماسي. نجيل صناعي. نجيل صناعي مفيش حاجه. طيب ولا كره طايره حتى ولا؟ لا ممكن نخليه كليريك او ما ده اللي انا بسال عليه. ممكن حضرتك، لان هو السعر مش فرق مش كتير. يعني ممكن نعمل ملعب اكريليك وملعب ممكن نعمل ملعب اكريليك وملعب. خلاص خلينا نعمل الملعب ده اكريليك، كل ده في البوصيلي، ونعمله بالاناره بتاعته برضو، ويبقى عندنا ملعب نجيل الصناعي وملعب هنا اكريليك. طب معلش عندك ايه تاني في المركز غير كده؟ المكتبه في المكتبه من المكتبه. سياده المحافظ، احنا دلوقتي عندنا تعاقد مع القوات المسلحه بحوالي 1727 ملعب نجيل صناعي، واحنا بدانا في هذا الموضوع، وبنشوف كل مركز شباب محتاج ملعب نجيل صناعي بنشتغل فيه على طول، لان في التعاقد على المبلغ بالاكمال وقبض والدفعه المقدمه كمان. فاحنا طبعا لما جينا زورنا هنا الملعب اللي بره اللي حضرتك شفته ده محتاج ان احنا نعمله، فان شاء الله هنعمله ملعب نجيل صناعي، هنعمله الاناره بتاعته وهنظبط الاسوار. ده فيما يخص الملعب اللي بره. الملعب هنا ده مش هنعمل اكتر فيه ان هو يفضل جنينه، يعني هنعمله حديقه كده مش هتعمل فيه حاجه. والملعب بتاع الكره الطايره ده هنعمله ملعب اكريليك ينفع يتلعب عليه طايره او باسكت او هاند بول، اهو نعمله ثلاثه ونطور بس نشوف المكتبه دي والمبنى ده. هو المبنى ده منشا بقاله كده كام 40 سنه، مش مهم كام 40 سنه ولا بتاع، هنظبط. تخافش ما تخافش، هيتظبط. الجماعه بتوع القوات المسلحه بيتصرفوا. لا مفيش، ما بنهدش. يقعد تأهيل وتعمل كويس، انه يعني في حاله الوصول الى مرحله السقوط يقعد تأهيل. ما تخافش، اللي بيجي دول مهندسين يعني، مش اي حاجه يعني. احنا ربنا يخليك، ربنا يخليك يا مصطفى. احنا بس بنستاذن حضرتك دلوقتي، هو واضح ان هم عندهم مساحه مش بطاله ابدا، بس اديك شايف حضرتك مستوى سيء ازاي. فاحنا ان شاء الله هنعمل ده ملعب نجيل صناعي كده، ونعمل له سور واضاءه كويسه، وهنعمل هنا ده ملعب ثلاثي اللي هو ثلاثي اللعبات، يعني هاند بول وطايره وباسكت، وده بس بقى اكريليك. ونظبط شويه المبنيه اخرى بعيد عن هنا شويه، حوالي فدان ونص، هم عاملين عليها ملعب كره قدم، بس طبعا اكيد حالته سيئه من قبل ما نشوفه، يعني اكيد حالته سيئه. فاحنا بقى هنستاذن سياده المحافظ هو اللي يعمل لكم الملعب ده، احنا نعمل الحاجات دي، واحنا نعمل سياده المحافظ يعمل ملعب. لا احنا سيادتك في تعاون وثيق، انا مصدر فلوس واحد،
مش كده؟ يا الدولة منبعها واحد. فاحنا فلوس معانا في محافظة عشان احنا لسه على ما هنلف شوية. بس انا بطالب الشباب ان يحافظ على جميع المنشآت الموجودة. ما دي بقى عشان كده انا بسأل على مجلس الادارة. مجلس الادارة. المديرين ومجلس الادارة الحفاظ على ما سيتم انشاؤه ان شاء الله. سيادتك مفوض المجلس ما عجبكش يا فندم مشيه وهات مجلس يعرف يحافظ عليه. سيادتك. انا عايز اشوف بس الاشتراكات بتاعت السنة دي. احنا كاداره حضرناها لم يكتمل العدد. سيبك من لما هو طبعا كله لم يكتمل. انا عايز اعرف فين عدد العضويات اللي جددت. خليه ماشي بس اللي جددت اللي جدد السنه دي اللي دفع لا المسدد حوالي يمكن 40 المسدد كتسديد 40 40 عضو عام مسدد. العضويات الجديده يعتبر ما فيش ده العضو العام 5 جنيه. طب اكتب لنا كده والنبي اكتب لنا البيانات دي يا رمز. رقم اخر حاجه ده رقم 20 رقم 1 معاك سجل رقم المسلسل الشريف برضه مظبوط خليك رايح للاستاذ يعني مسلسل ساعتك المفروض 383 دول المفروض كل اللي كانوا اشتركوا قبل كده اللي اشتركوا قبل اللي كده. اللي دفع السنه دي مجدد 40 واحد بس 40 اللي هو ده يعتبر دفع اشتراكات من ال 383 من ال 383 هي كانت المشكله سعادتك اللي هي كان الاشتراكات كانت غاليه بس نزل قرار لا نزل قرار سعادتك اللي هو 90% تخفيض كويس هم ما دفعوش 40 واحد بس اللي دفعوا يعني حتى ال 40 اللي دفعوا دول ب 90% طبعا ما يتخلصوش هيجي يعمل ايه وهيجي يعمل ايه بصراحه يعني لو انا دلوقتي اجي اعمل ايه هنا قول لي لو انا يعني شاب اجي اعمل ايه هنا في المركز لا مفيش وسيله جاز بتجيب الشاب لا انا هخش الحضانه ولا انا هقعد في المكتبه دي اللي فيها حاجه اعمل ايه مفيش شباب اصلا بيجي لان مفيش حاجه يقدر يجي لها الشباب يعني مع ان المكان متميز جدا في موقع اهل بالسكان مساحته متميزه جدا لكن الحقيقه انه مهمل شويه يعني محتاج